اهلا بكل اصحابنا في رحلتنا السعيده وباصحابي اللي معايا النهارده وحكايه جديده من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهارده يا اصحابي كلها ورد، كلها زهور جميله والوان حلوه. حكايتنا النهارده عن الربيع. حكايتنا اسمها تاج الربيع. احنا عندنا كام فصل في السنه؟ أربعة. ايه هم بقى؟ ها الصيف ها الشتاء والربيع والخريف. احنا النهارده هنتكلم عن فصل الربيع. فصل الربيع بيجي دايما بعد فصل الشتاء. بدا فصل الشتاء يخلص والاسد الملك جمع كل الحيوانات والطيور وقال لهم كلنا بنحب فصل ايه؟ الربيع. في ورد وفي زهور وفي حاجات جميله كده والجو بيبقى جميل، ايه رايكم نحتفل بفصل الربيع؟ كلهم قالوا فكره هايله، بس ازاي هنحتفل بيه؟ كل واحد فكر ازاي ممكن يحتفل بفصل الربيع، لكن الزرافه ظريفه قالت انا عندي فكره. فصل الربيع ايه اكتر حاجه بتميز فصل الربيع؟ يعني اكتر حاجه بتخلينا نحس ان الربيع جه؟ ايه؟ الورد. 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 فالزرافه ظريفه قالت انا بفكر ان كل واحد فينا يزرع الورده اللي بيحبها. الاسد قال لها فكره جميله يا ظريفه، يلا نبدا بيكي، انت عايزه تزرعي ورده ايه؟ قالت له انا بحب اللون الاحمر وبحب الورد البلدي، ريحته جميلة، أنا هزرع ورد بلدي لونه أحمر. طيب عرفنا الزرافة ظريفة هتزرع إيه؟ الفيل بقى، إيه يا فيل؟ هتزرع إيه يا فلفول؟ فيل قال أنا هزرع زهرة جميلة جداً، صحيح أنا تخين وكبير لكن هي صغنونة قوي قوي ولونها أبيض، بس في حاجة بتخلينا شبه بعض اسمها شبه اسمي، بس الفرق بيننا حرف واحد بس. مين يعرف يقول لي بقى ايه الزهره اللي اسمها شبه اسم الفيل؟ ها؟ الفل. الفل. برافو برافو. الفيل قال انا هزرع زهره الفل، انا بحبها قوي وريحتها جميله جميله جميله، لما كده بتكبر بتخلي ريحه كل المكان اللي هي موجوده فيه ايه؟ جميل. جميل وحلو. طيب عرفنا الفيل فالفول هيزرع ايه؟ ها يا اردون، هتزرع ايه يا اردون؟ أردون قال له أنا بحب أوي 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 اللون الأصفر عشان شبه الموز اللي أنا بحبه وباكله. قال له آه فعلاً الموز لونه أصفر وفي ورد بلدي لونه أصفر. قال له فخلاص أنا هزرع وردة بلدي لونها إيه؟ أصفر. يبقى الزرافة هتزرع وردة بلدي لونها أحمر. والفيل هيزرع الفل. الفل. والقرد أردون هيزرع وردة لونها إيه؟ أصفر. فضلت بقى العصفوره زقزوقه، قالت له انت مش هتسالني برضو يا جلاله الملك؟ قال لها لا هسالك طبعا يا عصفوره. قالت له انا هزرع ورده لونها ابيض عشان انا بحب قوي قوي اللون الابيض، عشان لون السحاب الجميل لما السما كده بتبقى منوره، انا بحب لون السحاب وبطير بطير بطير وانا فرحانه. الاسد قال لهم كل الزهور دي هتبقى جميله قوي، وانا هعمل لكم مفاجاه، اكتر واحد فيكم الورد بتاعه هيبقى شكله حلو هديله تاج الربيع. كلهم قعدوا يقولوا تاج الربيع، يا ترى التاج ده شكله ايه؟ قال لهم لا دي مفاجأة، من النهاردة نبدأ نشتغل ونزرع. هما لسه بيتكلموا ودخل المكان حيوان كلهم مش بيحبوه لأنه دايما مكار وبيعمل حاجات تضايقهم كلهم. مين هو؟ الثعلب. الثعلب دخل وقال يعني كلكم قاعدين وبتحتفلوا ازاي بالربيع وبتفكروا وانا ما حدش قال لي اجي. فالاسد قال له انت يا ثعلب هتزرع ورد، كل اللي موجودين هنا كل واحد هيزرع ورده بيحبها. قال للاسد انا هزرع ورد نادر، ما حدش فيكم هيعرف يفكر انه في يوم يشوفه او في يوم يكون الورد ده عنده. الأسد قال له إزاي يعني؟ قال له أنا بقول أنا هزرع ورد نادر محدش أبداً أبداً شافه، وتاج الربيع هيكون مكانه هنا، التاج هيبقى بتاعي أنا. كلهم استغربوا جداً، الثعلب من إمتى بيهتم بالورد ولا بالزهور ولا بالزرع؟ الثعلب بس كل مهمته إنه يضايق الحيوانات ويسرق الطيور ويعمل مشاكل بينهم، لكن في النهاية قالوا له طيب هنشوف. كل واحد بقى من الحيوانات اللي معانا والعصفورة زقزوقة بدأوا يشتغلوا، كل واحد نزل اشترى بذور الورد اللي هيزرعه وبدأ بقى كده ينظف الأرض بتاعته ويشوف كده إيه هيزرع الورد فين ويحضر المية اللي هيروي بيها الزهور. إحنا عارفين إن الزهور عايزة عناية والزهور دي بتتنفس وبتعيش زينا، فلازم اللي فينا
جرب انه يزرع ورد او عنده في البيت ورد لازم يعتني بيه. حد فيكم قبل كده فكر يزرع او عنده مثلا ورد في البيت؟ ها، طب ايه بتعملي ايه مع الورد عشان تحافظي عليه بقى؟ بحط عليه ميه. ايوه نحط عليه ميه بس مش كتير، يعني نحط عليه ميه كده شويه. طيب كده بسرعه بسرعه كل واحد فيكم يقول لي ايه الورده اللي بيحبها قبل ما اكمل لكم ايه اللي حصل في القصه. ها احمر، الاحمر، الورد الاحمر زي الزرافه. ها الابيض، الابيض زي مين بقى؟ زي العصفوره. زي العصفوره. ها ايه تاني؟ الاصفر زي مين؟ ها 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 زي اردون. وانا بحب الاحمر. الاحمر زي الزرافه. بداوا كلهم بقى يا اصحابي يجتهدوا ويزرعوا البذور بتاعه الورد، وكل واحد بقى مهتم انه الورد بتاعه يبقى احلى ورد في كل الورود اللي هتطلع. يوم بعد يوم بعد يوم بدا الورد كده ايه شوي شوي يطلع كده بيبقى شكله جميل، كلهم يقولوا الله الورد بقى شكله حلو قوي، ايه ده، يا معقوله دي هتطلع ورده حمراء جميله. والقرد يقول وانا الورده الصفراء بتاعتي يا هتبقى جميله لون الشمس. وكمان العصفوره تقول الله هيبقى لونها ابيض لون السحاب الجميل. مر يوم واتنين وفجاه صحيت الغابه كلها على صوت الزرافه بتعيط بتعيط وتصرخ. ايه اللي حصل؟ التعب. تفتكروا ايه اللي حصل؟ فجأة لقوا كل الورد مش موجود، مش موجود، الورد راح فين؟ مش عارفين ايه اللي حصل؟ كلهم قعدوا يعيطوا يعيطوا يعيطوا. جه الفيل وقال لهم انا عارف انكم زعلانين وعارف انكم تعبتوا كتير عشان الورد ده يطلع، لكن عايز اقول لكم حاجه، العياط بيحل اي مشكله احنا فيها؟ لا لا لا. يعني احنا مثلا مثلا لو جينا في الامتحان ما جبناش يعني الدرجة اللي احنا بنحلم بيها نقعد نعيط؟ لا لا. ولا لا نعمل ايه؟ نحاول نذاكر ونحاول ان المرة الجاية نجيب درجة حلوة واعلى، ولا نقعد بقى نقول احنا بقى يا خسارة طب ما احنا ذاكرنا؟ ينفع كده؟ لا لا. ده هيحل المشكلة؟ لا لا لا. الاسد قال لهم العياط مش هيحل المشكلة، انتوا خلاص دلوقتي عرفتوا ازاي الورد بيتزرع، يبقى لما تزرعوا الورد تاني مرة هتبقوا اسرع من المره الاولانيه، صح ولا غلط؟ لما نيجي نعمل حاجه اول مره بنبقى لسه مش عارفين، لما نعملها تاني مره مش بنعملها اسرع؟ اه ونبقى خلاص فهمنا. فعلا آه. كده يا اصحابي كلهم فعلا فكروا في كلام الاسد ولقوا ان كلام الاسد مظبوط وبداوا يزرعوا تاني. بس بقى المره دي الفيل قال لهم ايه، انا هعمل حاجه هتبقى مفيده لينا كلنا، انا عندي بقى ايه زلومه طويله كده املاها بالميه ومش هسقي بس الورد بتاعي، لا ده انا هسقي كل الورد اللي اصحابي هيزرعوه عشان اساعدهم ان الورد كله يطلع في وقت واحد. ايه رايكم بقى في اقتراح الفيل ده؟ حلو حلو. حلو. انه ما فكرش بس في ايه؟ في نفسه، في نفسه. وفكر يساعد اصحابه. طبعا كلهم بصراحه قالوا له ايه؟ شكرا شكرا يا فلفول، احنا مبسوطين قوي من اقتراحك ده. وفعلا بداوا يشتغلوا وبداوا يزرعوا، يوم بعد يوم بعد يوم الورد بدا تاني يطلع. كلهم كانوا مستنيين بقى اليوم اللي حدده الأسد عشان يعدي بقى على حقل كل واحد منهم ويشوف الورد بتاعه شكله عامل إزاي. أول واحدة عدى عليها كانت مين؟ الزرافة. كانت الزرافة ظريفة. الزرافة ظريفة بقى قالت له الله شفت الوردة الحمراء بتاعتي حلوة إزاي؟ دي هدية ليك يا جلالة الملك. الله ريحتها حلوة قوي قوي قوي. الله شكلها كمان جميل قوي ولونها احمر حلو، شفتوا حلوه ازاي؟ اه. الاسد اتبسط خالص من ظريفه وقال لها ايه، شكرا يا ظريفه الورده جميله وفعلا انت زرعتيها واعتنيتي بيها فبقى شكلها كده جميل جدا. راح بقى الاسد يشوف دلوقتي القرد اردون عمل ايه وهو معاه الورده الحمراء. القرد اردون قال له يا سلام يا سلام يا سلام، انت جيت يا جلالة الملك عندي عشان تشوف الوردة الصفراء بتاعتي، وردة جميلة وحلوة لونها لون أشعة الشمس، ويا سلام بقى لما الشمس كده تنور الورد كله تلاقي الوردة دي كده بتلمع بتلمع لأن إيه لونها لون إيه؟ أصفر. لون الشمس. اتفضل دي هدية مني ليك. الأسد أخذ الوردتين الحمراء والصفراء. الفيل بقى قال للأسد الله شفت الفل بتاعي طلع إزاي؟ الله وريحته حلوة، يا سلام أما أنت شاطر بجد يا فيل. الأسد أخد كمان الفل وبقى معاه دلوقتي ثلاث وردات، وردة صفراء ووردة حمراء والفل. ناقصة بقى إيه؟ العصفورة زقزوقة. العصفورة زقزوقة بسرعة بسرعة طارت وراحت واخدة الوردة البيضة بتاعتها وادتها
الأسد وقالت له دي الوردة البيضة اللي أنا زرعتها. يا سلام، شوفوا باقة الزهور جميلة إزاي بقى، شوفوا بقى شكلها حلو إزاي لما بقت كلها مع بعضها. كلهم كانوا مبسوطين، هم لسه أصحابي بيتكلموا، وفجأة لقوا مين جاي؟ الثعلب. لقوا الثعلب جاي وبيقول لهم إيه؟ أنتوا خلاص بقى كده زرعتوا الورد بتاعكوا وطلع، وجلالة الملك أخذ الورد، بس أنا بقى معايا الورد اللي محدش شافه قبل كده. عمركم شفتوا وردة بلدي لونها بنفسجي؟ لا. شفتوا قبل كده وردة بلدي لونها لبني؟ لا. ده الورد اللي أنا قلت لكم عليه، الورد النادر اللي أنا قعدت زرعته وجبت البذور بتاعته من بعيد بعيد، سافرت عشان أجيبها وتعبت قوي 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 عشان أزرعه، لأن أنا من الأول قلت تاج الربيع هيبقى بتاعي أنا. كلهم بصوا للأسد وبقوا مش عارفين يا ترى هيختار مين يفوز بتاج الربيع، يا ترى هم اللي زرعوا ورد حلو بس ورد عادي بنشوفه كتير، ولا الثعلب اللي زرع فعلا ورد نادر عمرهم ما شافوه. وهم لسه بيفكروا، والثعلب هو كمان واقف مبسوط كده وفرحان بنفسه وخلاص متأكد ان هو اللي هياخد التاج. فجأة يا اصحابي حصلت حاجة غريبة جدا. تعرفوا ايه اللي حصل؟ فجأة الدنيا مطرت، ولما الدنيا مطرت بيبصوا في الارض لقوا المية اللي تحت الثعلب وهو واقف كلها الوان ايه؟ بنفسجي ولبني. دي ألوان إيه؟ ألوان الورد. ألوان الورد. يبقى الورد ده بتاع مين؟ بتاعهم. الثعلب سرق الورد بتاعهم وراح ملونه بالألوان عشان يخدعهم، وعشان يقول للأسد إن هو زرع زهور نادرة محدش قبل كده فكر يزرعها. طب تفتكروا الثعلب ساعتها هيعمل إيه بقى؟ يتصرف إزاي بقى؟ يبقى مكسوف؟ فعلا الثعلب بسرعه جري قبل ما حد لسه يقول له اي كلمه، جري لانه ما كانش متخيل ابدا 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 ان المطره تنزل في الوقت ده، بس لان ربنا دايما عادل، واي حد غشاش اي حد بيعمل تصرف يخدع بيه الناس لازم ربنا في الاخر يكشفه. كلهم بقى ايه مستنيين يشوفوا بقى التاج. ها طيب خلاص بقى يا جلاله الملك، فين التاج بقى؟ التاج فين؟ يدوروا كده يمكن يكون مخبيه وراه ولا حاجه. سكت كده الاسد وقال لهم وهو ماسك الورد ده، قال لهم ده تاج الربيع، الورد اللي كل واحد فيكم زرعه وتعب فيه ورعاه، هو ده التاج، احسن من الذهب واحسن من الفضه، الورد الجميل ربنا خلقه عشان نحس بالجمال، وعشان دايما كده نشكره ونقول الله الطبيعه جميله وبتدينا دايما هدايا جميله زي الورد. التاج ده هو اللي هيبقى تاج الربيع، كلكم تعبتوا فيه كلكم زرعتوه، عشان كده التاج ده هيبقى بتاعكم كلكم، كل واحد فيكم هياخد الورد الجميل ده يوم يفرح بيه ويتبسط بيه، وتاني يوم يديه لصاحبه اللي برضو ايه زرع وتعب وطلع الورد بتاعه. عجبتنا النهارده قصتنا تاج الربيع؟ طب ايه اللي عجبنا في القصه؟ الاسد. الاسد ليه؟ عشان عمل ايه؟ عشان عمل في الاخر عشان زرع الورد. دي كانت قصتنا النهارده يا اصحابي، قصه تاج الربيع اللي عرفنا فيها الربيع وزهور الربيع، وشفنا ازاي كل الحيوانات لما بدات تزرع تاني الورد وما استسلمتش للي حصل من الثعلب طلعت الزهور جميله وحلوه، وان الثعلب الغشاش في النهايه نال جزاؤه لان الغش عمره ما بيدوم، وفي النهايه التاج كان ملكهم كلهم زي ما قال لهم الاسد اللي انه كل الزهور هم تعبوا فيها وزرعوها. اتمنى قصتنا تكون عجبتكم وحكايتنا تكون استفدتوا منها، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سامحة.